أكيد جنت. شو عم تساوي؟ شو أنت جنيتي؟ بدك تجرحي إيدك أصلاً؟ هذا أنت اللي جنيت، أنا عم أقطع الخضرة. أنا بفضل أجرح لك إيدك على أني أجرح إيدي. لا تفكر أنه أنا موت حالي، أنا بدي أقتلك أنت بالأول. أنت واحد سيء، ما كان لازم تعمل اللي عملته. أنا رح بس خلصنا. لك أنا كذبت عليك يا زكية لأنه كنت حابب ضايقك. بعدين أنت مو لازم تصدقي أي شي بيقولوا لك يا الناس. أنا ذوقي حلو كتير، يعني ما لازم كون مع وحدة مثلك. مو معقولة. باقي 20 ثانية بس. شكراً إنه ما صار شيء، شكراً. رح يخلص الوقت، لهيك استعجلوا. رافي اسمعني. إيه؟ لشوف، روحوا جيب السيارة، نحن لازم نروح معك. السيارة مصفوفة بالمرآة. إيه؟ هيك؟ طيب بتلاقوني عند المخرج. ماشي. مدام خلصنا شغل. شكراً مدام. موافقين؟ ايه يلا خلينا. طبعاً يلا امشوا. شوفي سبان شبك في شي؟ ليكي كانتا، أنا معك ومع عيلتك وما صدقت أي شي. شوفي هالإعلام والصحافة عطول هنن بكبروا الموضوع، بس ما بقدر اتحمل كل هالشي مع إنها مو بنتي. بس أنا عن جد متضايقة كتير، مسكينة. بس أنت عن شو عم تحكي؟ طمني أنا معك بهالوقت الصعب، خلي الناس تحكي. إيه شو دخلهم، ما تهتموا لحكيهم أبداً. بامي احكي شو بدي، احكي بقى وخلصيني يلا، وإلا عن جد رح تاكلي كف مني. ها انتو يا جماعة عن جد ما بتعرفوا شي؟ وشو اللي ما بنعرفه؟ شوفوا هاي. من التي يمكنها أن تصل لأبعد ما تستطيع فقط لتتمكن من الفوز بالمسابقة. مهك شارما. غريبة هي الصورة معلقة بكل شوارع المنطقة. بالأول أنا فكرت أنتوا اللي علقتوا هدول الصور.
يعني لحتى تعملوا لها دعاية وهي تقدر تفوز بالمسابقة مثل المرة الماضية. بس قلت مو منطقي ناس خلوقين مثلكم يهينوا حالهم هيك. كالتا شو بك؟ شو صار لك؟ اهدي شوي. قلولي مين اللي عملها وعلق هدول الصور هون؟ إذا ما بقتله بإيدي ما بيكون اسمي رافي. شوفي هي الصورة يا أمي، حطي نظاراتك وطلع عليه عن قريب. صور حبيبتك مهك تعلقت بكل مكان وشارع بالحارة تبعنا. انبسطي ليك يا قديش صارت مشهورة. شوفي شايفتيها بعينك؟ شوفي ابني، أنا ما كسبت مال كتير بحياتي، بس كسبت احترام الناس. هذا كل اللي لازم أنا أحس بالفخر فيه لحتى أموت. بس للأسف اليوم هالبنت وطت راسي فوق ما بتتصور قدام كل هدول العالم. بابا لا تزعج حالك، اطمن كل شيء بيتصلح. أكيد هذا سوء تفاهم صاير، نحن رايحين لعندها ورح نحكي معها بهالموضوع. أنت بس ريح حالك، أكيد في حدا عم يتآمر عليها وعم بيحاول يشوه لنا سمعتنا كلنا. لا أبني لا، مستحيل تكون هاي مؤامرة. وليش لحتى يكون في حدا بده يشوه سمعتها؟ اللي شو ممكن انه يعمل الواحد اذا بنته وحفيدته عم تحاول تخرب سمعة عيلتها؟ كانت قالت لها انه ما تروح لهنيك، بس مهيك ما سمعت منها، راحت ما خبرتنا، ما خبرت اي حدا. انا كيف راح اواجه الناس اللي برا هلا؟ كيف بواجههم وشو راح اقول لهم؟ خلص يا بابا انت اهدى شوي وبوعدك كل شيء راح يتصلح. بابا انا وجيفان رح نهتم بالموضوع. اشرب مي. اسمعني، نحن لازم نروح على اجر، مو وقت هذا الحكي هلا. بس انتبه ماشي. أرمي كل شيء رح يكون منيح، لا تبكي. شو عم تحضر؟ حلو شاولة. نعم استاذ. شو عم تحضري؟ عم حضر البرياني مع قطع الأناناس. ايه كتير حلو، باينة طيبة. مهيك لمرة واحدة بس حابب أعرف شو عم تعملي بدون ما تخبريني. شو هاد؟ أستاذ هاي الفطاير الملونة يلي أنا رح أقدمها مع صلصة خاصة. خاصة يعني إنه فيها شي مميز؟ إيه أستاذ، أنا رح أضيف نعنى وبودرة بذور الشمرة والملح، وهدول رح يقللوا الحلاوة شوي. حلو، ورح تقدمي القرع المرمعة؟ لا أستاذ، أنا رح أعمل أكلة حلو منه.